هو في مرحلة من الشغل أو من السلطة تخلي القتل حاجة عادية لدرجة إن الموضوع يعدي عادي، وحتى التغطية الإعلامية وكمان حتى التغطية على السوشيال ميديا يبقى موضوع عادي؟ ولما يبقى فيه 8 حوادث في فرنسا ومصر وفلسطين، المفروض يعني حتى على المستوى الإنساني يبقى فيه كلام عنهم أكتر من كده، وحتى مواقع السوشيال ميديا يبقى التغطية فيها قليلة والكلام فيها قليل، ويبقى الترند في الأسبوع اللي فات هو أبلكيشن جديد، يبقى في مشكلة. الثلاث حوادث فيهم ظلم، الثلاث حوادث فيهم اعتداء، الثلاث حوادث مستنين حكم عادل، اما كانش من القضاء يبقى من ربنا. بدون مقدمات، احنا بنتكلم في فرنسا. الشاب نائل عمره 19 سنة اتقتل على ايد شرطي. نائل كان سايق عربيته هو واحد صاحبه، ووقفوا 2 من الشرطة، وفي الكلام معاه رفع مسدس وجهه على راسه وضربه بالنار. مش اي تفاصيل باينة لحد دلوقتي، حتى من الكاميرا مفيش تفاصيل باينة، ولكن التحقيقات لحد دلوقتي بتقول انه يعني ما كانش فيه مقاومه، ما كانش سايق تحت تاثير مخدرات، ما كانش فيه اي حاجه. والشرطي المتهم اللي هو محتجز دلوقتي بيقول ان هو يعني حس بالخطر عليه وعلى زميله، انه كان ممكن يتحرك بالعربيه ويدوس عليهم، فهو ده اللي خلاه يرفع المسدس في وشه. اما الحادثه بتاعت مصرف كانت جوه مدينتي، ودكتور ظابط الجيران اللي جنبه ابنهم وهو بيلعب بالسكوتر خدش عربيته، لما راح يعتذروا له او يشوفوا ايه التعويض المناسب اللي ممكن يتعمل، قعد يزعق، ركبوا عربيته ودهسهم كلهم. الام ماتت وباقي العيله مصابه. الحادث العسكري قال ان تم احتجازه وانه هيتحول للنيابه العسكريه وهيتم المحاكمه بتاعته، محاكمه عسكريه. اما في فلسطين وفي مخيم جنين تحديدا، جيش الاحتلال الاسرائيلي بيعمل اكبر عمليه من حوالي 10 سنين، ضحايا كتير، شهداء ومصابين، ومحدش بيتكلم، والجيش الاسرائيلي بيعلن ان لسه في مرحله ثانيه من العمليه دي. في وسط كل ده الترند هو ثريدز، الابلكيشن الجديد اللي عمله مارك زوكربيرج من انستغرام. يعني هو بيبقى عندك اكاونت انستغرام تقدر تدخل على ثريدز، واللي هو كوبي وبيست من تويتر، والكلام ما بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك لسه مستمر، وانه هو كوبي وبيست من تويتر. حتى فكره ان لو عملت بوست وفي غلطه عايز تصلحها ما ينفعش تغلطها، لازم تمسح البوست كله وتعمل حاجه من الاول او تسيبه بغلطته. فكره ان مفيش اديت برضه هي زي تويتر. في وسط الكون اللي بيحصل ده ثريدز هو الترند. انا مش عارف ازاي الصراحه، بس واضح ان السوشيال ميديا مش تفرق كتير عن الميديا العاديه او عن الاخبار العاديه او برامج التوك شو، لان في الاخر الحاجه اللي مش عايزينها تنتشر او مش عايزين حد يتكلم عليها محدش بيتكلم عليها ومش بتنتشر. بس كده للاسف هي دي الاحداث اللي كانت حصلت الاسبوع اللي فات. المصادر كلها موجوده في الديسكربشن على يوتيوب، لو حابين نتناقش كومنتس مفتوحه، فيسبوك ويوتيوب وانستغرام وتيك توك كمان. المهم نتناقش، طبيعي نختلف، لكن لازم دايما نحترم بعض. اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. سلام.